كبراءة الفراعنة المصريين قديماً في صنع تماثيل فنية جميلة جذبت أنظار السائحين. يأتي إبراهيم صلاح ليبني لنا تمثالاً ضخماً كبيراً لقط فرعوني يبلغ طوله 5 أمتار ووزنه يتعدى 350 كيلوغراماً، وكل هذا مكون من حديد ونحاس قديم. صاحب 27 عاماً بات قلبه متعلقاً بالفن الفرعوني رغم بعد مجال دراستي عنه، فمؤهله المتوسط لم يمنع تميزه فيما يحاول الملتحقون بكليات الفنون الجميلة الوصول إليها، لكن خياله ذهب به إلى منطقة قلما يبدع فيها الآخرون. أنا مهتم دايماً بشغلي برضو، عادة التدوير وكده، بحب الفنيات عامة وحولها لتحف فنية وأشكال غير شغلي. يعني أنا شغلي بعمل جداريات ونحت وتماثيل من خامات معينة زي الأسمنت والجبس، بس في شغل ملفت جداً اللي هو عادة التدوير ده، منتشر بره كتير بس مش معروف هنا في مصر. فكرة إن لوكيشن فيو نفسها مركز وعي بيه من عند تدوير خامات معينة زي ما قلت، الأزايز، البلاستيك، المواسير، كوتش العربيات. ابتديت ان انا اضيف فن اسمه فن الخردة للحاجة دي. ابراهيم لم يعمل وحده في مجال اعادة تدوير الخردة، او كما احببت ان تسميها روبابيكيا، لكن لاحمد صديقه دورا بارزا في تكوين مزار او متحف فني يجمع بين الابداع والفن في آن واحد. الفكرة عندي بدأت من صغر، انا كنت بحب الديكورات وبعيد تدوير اي حاجه قدامي، بحاول ان انا اعمل ديكورات باقل حاجه بسيطه. بدات عندي في البيت، ابتديت اعمل اوضه عندي في البيت كده، اعملها زي ورشه، لحد ما قدمت على مكان خدته وابتديت اشتغل فيه. صادفت الفنان الجميل ابراهيم، ابتدينا مع بعض وافكارنا كانت متشابهه مع بعض، كل يوم بنتعلم من بعض حاجه. خد بالك انا بتعلم منه كتير وهو بيتعلم مني. احنا عندنا امثال كتير قوي قوي زي ابراهيم، بس محتاجة نظرة، محتاجة الميكروسكوب يجي عليهم شوية. هل هذا المكان القائم على عرض ابداع غير محدود مر بسلام ليكون بذلك الشكل؟ بالفعل مر إبراهيم وصديقه بالعديد من المشاق الصعبة التي حاولت مراراً وتكراراً أن تعرقل طريقه نحو النجاح. كان في ناس بتخش لنا المكان بتاعنا، المركز الوعي البي، فبيشوفوني وأنا شغال، في ناس بتسأل يعني أنت بتعمل إيه؟ لما بقول لهم اللي أنا بعمل أكبر تمثال في مصر، بس الحمد لله يعني نتيجته بعد ما خلص أكبر تمثال في الشرق الأوسط، ودي حاجة أنا انبسطت بيها. فكانوا بيستغربوا جداً يعني انت بتعمله ليه؟ طيب مين اداك فلوس تعمله؟ طب هتدي لمين؟ هتعمل بيه؟ يعني كانت الاسئله غريبه شويه. انا بعمل عمل فني بوضح للناس اعاده التدوير، ان انا استخدم خامه معينه مهمله او بتستخدم غرض واحد، انا خليتها لعمل فني صديق للبيئه ووسط البيئه بتاعتنا والزرع والمكان، يعني بخليها ليها قيمه، يعني حاجه بتظهر ليها قيمه جامده جدا. ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل ورش عمل نعلم فيها اللي محتاج يتعلم فعلا وعنده الموهبة. بنحاول نعمل أعمال تخلي المجتمع يركز مع تدوير المخلفات. فأنا حبيت اللي أنا أقوم المكان ده يكون لي دور مميز في المجتمع والوعي بتاعنا في نفس الوقت ينتشر، فقررت أنا وأحمد إن احنا نخلي المكان ده مش مجرد مركز وعي بيه، نعرف الناس بس الورش وإزاي يستخدم الأزازة، يعملها ديكور وكوتشات. لا، في نفس الوقت حابين إن احنا نعمل بإذن الله اللي أنا أتمناه وده حلمي، أول متحف في الشرق الأوسط من الخردة، من فن الخردة. كورونا وظروفها التي كانت وما زالت عائقاً أمام من تخرج في كليته ولم يجد عملاً، وأمام من تعتاد معيشته قوت يومه ليكون مطافه الأخير هو البيت، لم تكن عائقا أمامهما، وتجاه ذلك فهما استغلا منطقة يمكثان بها ليل نهار ليشكل لنا أشكالا عظيمة تتحدث عنها الأجيال ويفتخر بها الأحفاد. عبد الرحمن الدروي،
لمنصة أنا شاهد بي بي سي عربي.